بص كله مد التمام بكالت زي ده. هنعمل ايه طيب؟ دخلت يا جدعان على محترم. وده يكون يا باشا. برضه دخل في حاجة تانية. يا عم ما تعملش نفس السبع رجالة وتطلع كده. مش انت اللي بتتكلم. انا كده في حصة هدية. مش انت اللي اتكلمت يا بابا. جيش مش جاك ايه يعني جيش ولا زفت. انا دخلت معاك في كلام. انت بني ادم غريب. هو قاعد يا جماعه قعدت جوه المترو استحمل بعدك خلي بالك من بعد ساكت.